بارك امورك عليا الحمد لله لاباس عليك الله يحفظك بغيت نسولك شحال عدد الشهور الهجريه ربعه كيفاش ربعه نقولهم لك هما كاين ربعه اربعه شهور هجريه ربعه اللي كاين في العام ربعه اللي في العام قولهم لي اه محرم إيه؟ ذو القعده ذو الحجه ورجب صافي سال العام هذا اه الشيء اللي كاين هذو ايه الهجريه وخلي الشهور الميلاديه اه كاين حتى الميلاديه وي وانت سول دابا واه شنو ربعه هجريه كاينين والاخر ميلادي صافي لا هجريه هذا فيه 12 دابا ملي كلامك هو الكبير دابا اللي كيفحسبوا ليه الهجريه اه نكملوا ربعه صافي من الاول هادشي كاين قولوا لي محرم دو القعده دو الحجه و رجب حتى انت حرام انا طيب اخويا معليش ركز صافي ربعه عاود العام ربعه ربعه الهجريه شي لا عارف تبارك الله عليك